الأيسر نذير، على الجانب الأيمن نذير وعمر إبراهيم. يا سلام على نذير، وكرة وين؟ جول أول للزعيم، وعلى الطريق نذير يأتي بأول أهداف السد بعد كرة وبنيران صديقة. هذه اللقطة بجول يا نذير، شوف المرور وبعد ذلك كرة أرضية تفارس على غير المعتاد، يضع كرة بالسباك وبالنيران الصديقة كما يقال وكما يقولون. صعبة يا جوميز، غير متوقعة. السد للموسم الماضي انتهى بانتصار السد، وكرة تتحط. عجيب 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 عجيب، ليادرو يأتي بثاني أهداف الزعيم. عجيب يا زعيم، مثير يا زعيم، راغب وبقوة بعودة الصدارة. الزعيم يأتي بالثاني وبكرة ما فيها راية، ما فيها راية تماما. لياندرو يخطف هدف ثاني وسط خطأ دفاعي حاضر من لاعبي السيلية، وبنقلة غاية بالروعة، وبنقلة أيضا من خلفان زار بها لياندرو مرمى جوميز، وهدف ثاني. تبدو بأنها ليلة الزعيم، تبدو بأنها ليلة نذير على التنفيذ. تنفذ عالية، الله هو الكوري، هو سولي يأتي بالثالث للزعيم. ثلاثية، واحد اثنين ثلاثة، والسد بالراحة. الزعيم بهدف ثالث في مرمى الشواهين. السد والطريقة الدولية، الكوري سولي ينجح بثالث أهداف الزعيم. عجيب 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 أيها الزعيم، يقسو على السيلية خلال الموسم الماضي. هدف وحيد لراؤول، كرة الآن واصلة لدى خلفان، محاولة للسد، خلفان في الجانب الأيسر، مرور وكرة لدى نذير. يبهر السد، يمتع خلفان إلى نذير ونذير إلى خلفان. مجموعة الحان، مجموعة الغام، مجموعة امتاع. السد عجيب عجيب عجيب، خلفان عجب، خلفان طرب، ونذير آخر نغم. هدف رابع للزعيم، ينهي الأمور هنا في استاد أحمد بن علي. وبالتأكيد من خلال هذا الانتصار، خلفان انطلاقة، هافي ويلز، خامس للزعيم، خامس للزعيم يوناردو. وبانطلاقة من خلفان، يبدو بأنها ليلة صناعة الأهداف. يا خلفان
قياسية للسد في مرمى السيلية، ثقيلة للغاية نظرا للنتيجة التي أو كما قلنا للنتائج السابقة في الدوري للسيلية. إذن السد الليلة يحقق ثاني أكبر نتائج ما بعد خماسية معاذر.